مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. ماذا بعد استهداف ميليشيات الحوثي لميناء الضبط النفطي؟ ماذا يعني هذا الاستهداف؟ وما موقف الإقليم والدول الراعية للسلام من هذا التصعيد الحوثي المستمر؟ وكيف سيكون الرد على ذلك؟ هل بالرضوخ للاستفزاز الحوثي أم في مواجهة هذا العدوان؟ وما مستقبل الهدنة في اليمن؟ وماذا بقي من مساحة يناور فيها المبعوثان الأمميان للبحث عن سلام مع جماعة لا تؤمن بالسلام أصلا؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والتي سنسلط فيها الضوء حول حادثة استهداف ميناء الضبة النفطي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. ويسرنا في هذه التغطية أن يكون معنا عدد من المختصين بالشأن اليمني، ونبدأ بالترحيب بالدكتور شهاب العزعزي رئيس الائتلاف الوطني. دكتور شهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الميليشيات الحوثية هددت وقامت باستهداف النشيمة في 18 أكتوبر، ومن ثم استهدفت اليوم بل أمس ميناء الضبة النفطي بطائرتين مسيرتين، وأعلنت صراحة أنها تبنت وهي من قامت بهذا العمل. ماذا يعني هذا الاستهداف أصلا من ناحية سياسية ومن الناحية العسكرية ومن ناحية أيضا مستقبل الهدنة في بلادنا؟ بداية يعني لا يخفى علينا جميعا أن الحوثيين وضعهم صار أقوى عسكريا وأمنيا وسياسيا. فلو بدأنا في الجانب السياسي، هم طبعا في مرحلة الآن قوة في التفاوض، ودخلوا في مرحلة التفاوض على أساس ولكن من مصدر قوة، وهم موجودين على الواقع، وهذا يدل أنهم لا يهمهم نتائج هذه المفاوضات. بغض النظر، هم يريدون السيطرة على الواقع بحيث يكون الطرف الأقوى الذي يضع شروطه. هل يمكن كسر هذا؟ خلينا في النقطة هذه. هل هذا الوهم الذي يعني يعشعش على سلوك وتصرفات هذه الميليشيات الحوثية، هل من المستحيل كسر هذا الوهم الذي كسر أكثر من مرة؟ لا يوجد مستحيل، هي القضية فقط محتاج إرادة جادة من المجتمع الدولي الذي يقدم لهم الدعم الغير مباشر من الباطن. هم حتى لا يسمع حتى لا يكون هناك خطأ في مسألة التوصيف، ويعني تصل الرسالة بشكل خطأ لهذه الميليشيات ومن يقف معها. نعم، يعني هي في من يقف معها، ولهذا السبب هي تستند إلى دعم معين بحيث تقوم بهذه التحركات. أكمل. ماذا بعد هذا الاستهداف لميناء الضبة دكتور شهاب؟ هذا يعني أن هناك إشكالية الآن في وضع، هي استغلت الوضع أنه مثلا تكسب الشارع اليمني، وعلى أنه نعم يعني أصبح التحالف ينهب النفط وكذا من هذا الميناء، وهذه الموارد لا تذهب لخزينة الدولة، فنحن كيمنيين أولى بها. يعني هي تستغل هذه النقطة لعدم قدرة الشرعية على الإفصاح لأين تذهب تلك الموارد، واستغلوا أيضا ضعف الشارع اليمني بالانفلات التي الاقتصادي للموارد الدولة غير واضح. فهم يعني استغلوا هذه النقطة بشكل معين. ونحن نعلم يا دكتور أن هذه مبررات واهية، والكل يعلم منذ 8 سنوات عدد ما يتم تصديره في مناطقنا عدد محدود جدا، لا يفي حتى بمتطلبات عملية إدارة تشغيل بعض المحافظات، وهذا معروف وواضح، هناك الكثير من النقاط. نعم، لكن كان ينبغي وما زال يحتاج من الحكومة الشرعية الإفصاح عن الحجم الناتج والصادرات الموجودة وإلى أين تذهب، بس هذا هو المطلوب. حتى نعم هو معروف، لا يتجاوز يعني الإجمالي كاملا 5000 ب3000 ب10000 ب6000، هذه كل التي يعني ممكن نقول ما تم الإفصاح عنه وما نعرف عنه كصحفيين في واقع التصدير في بلادنا. كنا نصدر ذات مرة في يوم من الأيام في حدود
مئة ألف عندما كانت الأوضاع سليمة، عندما كان الوضع كويس. لكن دعنا الآن، بعد ماذا بعد هذا الاستهداف يا دكتور؟ يجب أن يكون هناك خطوات عملية من الجانب المجتمع الدولي يتحرك، أما طبعا المقابل على الأرض في الواقع اليمني لا يوجد مواجهة حقيقية ضد أي تحركات يعني مواجهة لهم، ولا يوجد مقاومة أصلا، وبالتالي هم الآن يعتبرون أنفسهم كما ذكرت لك يعني الطرف الأقوى اجتماعيا وسياسيا وعسكريا. الآن اقتصاديا أيضا هم لديهم موارد ثابتة، وهذه أيضا تضعف الموارد على الدولة بشكل عام، تؤثر على الاقتصاد الوطني. والآن الخطوات العملية أن لا يتم السكوت على هذا التصرف، بإيجاد تحركات عملية على الواقع من قبل التحالف والمجتمع الدولي. إلا لم يتحركوا خلال ساعات يعني 24 ساعة حد أقصى 48 ساعة لإيجاد حلول عملية وإيقاف هذا التصرف والمقاومة وإيجاد ممر آمن للصادرات وإلى آخره، هذا يدل أنهم أيضا شركاء معهم في هذا الفعل، وراضين عما تفعله الحوثيين يعني ما فعله وما يفعلونه وما سيفعلونه، معنى أنهم جزء من التمكين لهم لمرحلة قادمة يراد لهم أن يكونوا هم أساس في الحكم. دكتور، يعني نحن نعلم يعني تماما مدى سيطرة هذه الميليشيات على كثير من المقدرات في مناطق سيطرتها، وكيف أنها حرمت كل المواطنين أدنى متطلبات الحياة من الراتب والخدمات، لا تقدم لهم شيء. يعني هل مثل هكذا مبررات تسوق هذه الميليشيات، وهم يعلمون علم اليقين أنها فقط أداة للجباية وسلب حقوق الناس؟ هم تصرفات هذه كلها سلبية وسيئة وغير مقبولة ويعاني منها الشعب اليمني، لكن المجتمع الدولي يريد منهم أن يفعلوا ذلك. هم لا يفعلون هذا بإرادة منهم أو بتخطيط عشوائي، هي المسألة مفتعلة بدعم خارجي مباشر من أمريكا وغيرها. هم يريدون أن يستغلوا هذه الميليشيا لتكون أداة حقيقية لإضعاف الاقتصاد الوطني وإضعاف الشعب اليمني، وبالتالي لم يعد هناك اقتصاد يا دكتور، تم تدمير كل ذلك من بعد ما دخلت هذه الميليشيات وسيطرت على المؤسسات وسلبت البنوك وأيضا عبثت بخزينة البنك المركزي. ماذا بقي من اقتصاد في بلادنا؟ بقي اقتصاد الواقع، اقتصاد المعرفة، اقتصاد الثروات، البلد فيها كل الموارد موجودة. هل عندك معلومات يا دكتور حول ما ينهب من ذهب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؟ لا يوجد أرقام حقيقية، لكن هم الآن أصبحوا قوة اقتصادية، هم كأفراد وليس كدولة. يعني أصبحت الميليشيات الحوثية اليوم ليست كما هي في بداية الحكم التي مسكوا الحكم في اليمن. سيطرة وليست حكم، سيطرة إنما احتلال للمحافظات، سيطرة كاملة على الممتلكات وعلى الثروات، وأصبح هناك أغنياء ظهروا من لا شيء وتغيرت المعادلة. الآن خزانة الدولة فارغة واقتصاد الحكومة كحكومة فارغة، إنما كأفراد ينتمون لجماعة الحوثي هم أغنياء الآن، هم من يمتلكون الثروة. لم نوضح دكتور يعني ما هي طبيعة الرد الممكن في هذا الظرف؟ ما في غير أن القوة هم لا يؤمنون إلا بالقوة. أين القوة؟ أين قوة المجتمع الدولي؟ أين قوة التحالف؟ معنى ذلك أنهم أقوى، السكوت عنهم يدل على أنهم الطرف الأقوى، وهذا دليل الاستسلام فقط، ما في شيء آخر، لأنهم لا يؤمنون بالحوار. لو كانوا يؤمنون بالحوار والسياسة كان انتهى الموضوع. يعني المسألة الوصول لهذه لحل سلمي عبارة عن خيال وهم. نعم، هو الذي حيحدث كالتالي، الذي حيحدث أنه سيكون خيار سلمي للاستسلام لهم وليس خيار سلمي بوضع شروط عليهم. يعني هم يريدون، المجتمع الدولي يريد أن يصل سلطة الأمر الواقع أن هؤلاء هم الواقع وهم الأقوى وما عليكم إلا أن تستسلموا لهم، وهذا الذي سيحدث.
مع الأسف يا الشديد دكتور لو سمحت لو سمحت، هذا التوصيف يعني أنا لا أؤمن فيه أساسا. كيف هذا الذي سيحدث؟ نحن الآن قاتلنا خلال 8 سنوات وآلاف الشهداء قتلوا، وهناك من في المتارس حاليا ويرفضون هذه الميليشيات، وهناك في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من يرفض سلوك ووجود وحضور هذه الميليشيات، ونحن وأنت تقول وهذا ما سيكون. نعم، لأن الشعب اليمني لا يريد هذا، وأنا معك أيضا، نحن لا نريد هذه الجماعة أن تحكم، لكن تلك الدماء التي سالت والتي الآن تقاتل في الميدان، وهذه الجيوش التي المجيشة ضد ميليشيات الحوثية، هل سنقبل بمثل هكذا يعني مشاريع تمرر علينا؟ نعم نعم، سيفرضون على الشعب اليمني أن يحكمنا الحوثيون غصبا عنا، ونقبل بأن يكون بذلك الخيار، وهم سيكونون هذا أنت تقول كذا، أنت بتوصيفك تقول كذا، هذه يعني تعبر عن نفسك ليس إلا فقط. أما الشعب اليمني لا يمكن يقبل بالحوثي على الإطلاق، وسيقاتله الصغير والكبير. لا لا، كلنا سنقاتل ضدهم، لكن أنا أقول لك المجتمع الدولي ماذا يريد. المجتمع الدولي ينفذ هذه الخطة في اليمن الآن، والمجتمع الدولي سينصدم بحالة الرفض الشعبية والمجتمعية اليمنية الرافضة لهذه السلالة المجرمة التي سطت على مؤسسة الدولة في حين غفلة. ولا يمكن أن ترهبنا بعض الأسلحة التي استولت عليها أو التي قدمتها إيران لهم خلال الفترة الماضية. شكرا دكتور شهاب العزعزي رئيس الائتلاف الوطني اليمني، شكرا جزيلا لك. يسرنا أيضا أن يكون معنا الدكتور خالد باطرفي أستاذ بجامعة الفيصل. الأستاذ دكتور خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا حياك الله دكتور خالد. يعني رأينا تلك التهديدات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية واستهدافها للموانئ، وأمس طبعا كان استهداف واضح لحركة السفن أيضا. نحن نعيش أزمة عالمية كما يقال، ماذا يعني هذا الاستهداف دكتور خالد؟ أنا أعتقد أنه هو محاولة لقطع الإمداد المالي لخزينة الدولة، وبالتالي وصول المرتبات إلى الموظفين في المناطق المحررة. هم يدعون بأن التحالف والحكومة اليابانية قطعت الرواتب عن الموظفين في مناطقهم وعلى جندهم أنفسهم. يعني الوقاحة بلغت بهم أن يريدون من الحكومة الشرعية ومن التحالف أن يدفع رواتب ميليشياتهم. طبعا هذا مرفوض، لأنه في ضمن اتفاقية ستوكهولم وضمن اتفاق الهدنة الجديد أن يتم أخذ هذه المرتبات من صندوق مشترك تشرف عليه الحكومة الشرعية وهم موجودين فيه وبإشراف دولي، توضع فيه كل إيرادات ميناء الحديدة والموانئ الأخرى، توضع في هذا الصندوق، ومن هذا الصندوق تدفع المرتبات. فلأنهم يصرون على هذه الكذبة ويصرون على هذه المطالبة، فهم الآن يحاولون أن يضغطوا على الحكومة الشرعية بأنه يعني ليسقط الهيكل المعبد على الجميع. إذا مت عطشانا فلا نزل القطر، هذا شعارهم اليوم. فهم يريدون أن يحرموا الحكومة الشرعية من مواردها المالية بتهديد السفن، كما هددوا السفينة اليونانية على سبيل المثال، وبتهديد أي سفينة تفكر في الرسو في الميناء. ولله الحمد أنهم فشلوا حتى الآن في إحداث أي أضرار مادية أو بشرية. يا دكتور خالد، تم الإعداد لإعادة السفينة وتحميلها بالمشتقات النفطية، والأمور تسير في هذا الاتجاه، وإن شاء الله سيتم تجاوز هذا التهديد. والحمد لله. تفضل. عموما هذه هي خطتهم، يعني هذا. طيب دكتور انا يعني المبعوثان او المبعوثين الامريكي والاممي قالوا في تصريحات سابقه ان مطالب الميليشيات الحوثيه يعني غير قابله للتنفيذ، ربما يقال مستحيله. يعني هل استسهلت الميليشيات الحوثيه تقديم المطالب وتنفيذها من قبل الطرف الشرعية وأيضا طرف التحالف، ولذلك استمرأت كل مرة تأتي بمطالب أخرى
ربما لتمكنها أكثر. طبعا نحن نعلم أن هذه الميليشيات كيف تسعى ليل نهار للحصول على المال، يعني سرقت كل شيء ونهبت حقوق المواطنين وتمارس الأوتاوات ليل نهار على المواطنين، ولا يعنيها شيء أن تعمل من أجل الحصول على المال. صحيح، ونصف حتى هذه الموارد يذهب في جيوب الفاسدين واللصوص من هذه الميليشيات. هناك أكثر من أمر يجب أن نأخذه في الاعتبار. أولا أن إيران تمر بأزمة كبيرة هذه الأيام، وأن التمويل الذي كانت تقدمه للميليشيات في المنطقة انخفض إلى حد كبير، وهناك توجيه لهذه الميليشيات أن تدبر نفسها، يعني تدبر مواردها بطريقتها الخاصة. الأمر الآخر أن إيران تربط بما تدعيه من تدخل المملكة العربية السعودية في ثورة الشباب الإيرانية بالتغطيات الإعلامية وما اسموه بالتحريض الإعلامي السعودي، وطالب يعني أكثر من مسؤول وزير متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على سبيل المثال، ربط بين إيقاف السعودية لهذا الدعم المزعوم للثورة وبين موافقة إيران للحوثيين ليوافقوا على الهدنة، فهذه بتلك. فهذين الأمرين يعني أكثر تأثيرا من القرار المباشر للقيادات الحوثيين الذي نعلم أنهم مطايا للفرس وليس لهم قرار حقيقي، يعني حتى لو كانت في مصلحتهم هذه الهدنة فإنهم سينتظرون الضوء الأخضر من إيران، وإيران تريد أن تستخدمهم ورقة في مفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية. يعني خلال الفترة الماضية تم بصراحة يعني التعامل مع ملفات كثيرة من منظور أن هذه الملفات يعني تمس واقع الإنسان اليمني، تسهيل معاناة أو يعني تسهيل حياة الناس، رفع المعاناة من المواطنين، منها فتح المطار، إعادة تشغيل الميناء بشكل أفضل. يعني هل استسهلت الميليشيات الحوثية الحصول على المكاسب دون أن تقدم مقابل ذلك شيء؟ يعني منذ البداية هذا هو أسلوبها، حتى في حروبها الست مع الحكومة اليمنية السابقة كانت تلجأ إلى لهذا الابتزاز ولهذه الضغوط، تريد أن تأخذ بدون أن تعطي، هذه هي سياستها. وحتى إذا التزمت بأي شيء فيعني حبر على ورق ولا إلا لهم ولا ذمة. فيعني مسألة أنهم يقبلون بشيء أو يلتزمون بشيء انسى، يعني هم جماعة مارقة، جماعة خارج عن القانون، عصابة يعني في النهاية هي تنفذ تعليمات وتوجيهات ترسل لها وتسعى إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية لأفراد بعينهم يريدون أن يستفيدوا من هذه المرحلة كأي تاجر حرب. أناس لم يكن لهم مستقبل، ليس لديهم تعليم وليس لديهم دكتور مهارات وليس دكتور لديهم أي شيء، وجدوا أنفسهم في السلطة فجأة. نعم دكتور، بعد هذه العملية ما مستقبل الهدنة في اليمن بنظرك؟ هو ليست هناك هدنة حاليا، يعني نحن في الوقت الضائع بين الهدنة الثانية وبين الهدنة التي يسعى عليها المجتمع الدولي والتي تماطل إيران في الموافقة عليها بانتظار ما تنتهي إليه الأمور عندها. فلذلك يعني سيحاولون في هذه الفترة ربما عدم التصعيد لدرجة أن يتعرضوا لضربات قوية ومدمرة من التحالف، ولكن سيحاولون تحقيق مكاسب. وهنا نسأل ما هو دور الجيش اليمني والقوات الأمن الداخلي في حماية المكتسبات الحاصلة وبالرد بالمثل، يعني من حق طرف الحكومة الشرعية أن يرد على أي محاولة أو أي اعتداء بمثله. وهنا نبقى في مرحلة لا حرب لا سلم، ولكن على الأقل طيب نحافظ على ما لدينا. طيب كما هم أنا يحاولون أن يحافظوا على ما لديهم. ربما لدي يعني قراءة أخرى دكتور خالد.
وهي أن الميليشيات الحوثية ستهرب إلى الحرب، كما يعني تعودنا دائما من كل الحركات الإرهابية. فالمتتبع لمشهد المواطن اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، هذا المواطن ينتظر بفارغ الصبر توقف الحرب. هذا التوقف يعني عودة الخدمات، عودة عمل مؤسسات الدولة، عودة عمل الأمن، عودة بطريقة عادلة، عودة عمل القضاء، عودة الرواتب، عودة الحياة الطبيعية. هل الميليشيات الحوثية قادرة على استيعاب هذه السلمية المجتمعية وهذا السلام الاجتماعي ومتطلباته والخدمات التي يجب أن تقدم للمواطن؟ طبعا لا، الميليشيات الحوثية دائما ما تبرر كل ما يقوم أو ما يطلبه المواطن أن هناك عدوان وفقا لمفهومها، ولذلك لا تطلب شيء، لا مرتبات، لا خدمات، لا طرقات، لا كهرباء، لا مياه، لا صحة. نعلم كيف مات في حدود 23 طفل بأدوية مهربة، حتى على مستوى التخزين السيء للأدوية والأطعمة وغيرها. كثير من متطلبات المجتمع، متطلبات الحياة العادية، إعادة يعني الحياة إلى طبيعتها، تحتاج كثير من الكلف التي لا يمكن أن تدفعها أن تقدمها الميليشيات الحوثية، ولذلك ستهرب حتما إلى الحرب للهروب من هذه الاستحقاقات الخاصة بالمواطنين. نعم، أتفق معك في أن السلام ميليشيات تعيش وتقتات على الحرب بالنسبة لهم هو كشف لضعفهم، ضعف قدرتهم على الإدارة، ضعف قدرتهم على تقديم الخدمات، وانتهاء العذر الأزلي أنه هناك حرب وهناك عدوان، وبالتالي يجب أن نتحمل في هذه المرحلة حتى نصد العدوان. يعني الهدنة والسلام يكشف كل هذه الأكاذيب وكل هذه الأعذار، ولكن كما ذكرت لك في النهاية القرار ليس لهم، القرار لا يتخذ في صنعاء أو صعدة، القرار يتخذ في طهران. نعم. إذا رأت طهران غدا أن الهدنة تحقق لها هدفا فستأمر بها وسيخضعون، وإذا رأت أن الحرب هي ما تريد وأنها تريد أن تضغط على السعودية ودول التحالف أو دول الخليج فستلجأ إلى هذه الحرب. فلذلك لا نعطيهم أكثر من حقهم، هم ليسوا إلا عبيد لأسياد عجم وفرس، وهم يؤدون ما يطلب منهم بدون أن يكون لهم رأي، بدون أن يكون لهم موقف. طيب دكتور، ما هي مؤشرات هذا الاستهداف حقيقة؟ خلينا نوسع السؤال شوية، يعني في ظل أنه العالم وخاصة أوروبا تعيش أزمة طاقة وعدم وجود نفط وغاز. هو من زاوية أيضا يخدم إيران، لأنه إيران تريد أن ترفع عنها العقوبات، وكلما اشتدت أزمة الطاقة في العالم كلما كان هذا في صالح الدعوات التي نسمعها بين حين وآخر برفع العقوبات عن إيران حتى يعني يعود إنتاجها إلى السوق الحرة وتنخفض الأسعار أكثر. فكل ما يفعلونه وما ينفذونه على الأرض وإنما هو خدمة لمصالح إيران وليس لمصالح اليمن ولا حتى لمصالحهم الخاصة. هناك من لم يعي بعد يعني طبيعة الوضع في إيران وانعكاساته على واقعنا الإقليمي واليمني بالتحديد. المظاهرات التي دخلت يعني يمكن شهرها الأول في إيران، تأثير ذلك على الملف اليمني والسلام في المنطقة على المدى المتوسط والطويل هي في صالحنا. على المدى القصير ستضغط إيران بكل وسيلة لعل وعسى أن تساعدها دول المنطقة في إنهاء هذه المشكلة، رغم علمهم يعني يقينا بأن هذه مشكلة داخلية، ولكن سيسعون بكل وسيلة لتصدير هذه المشكلة إلى الخارج والإدعاء بأن هناك تورط خليجي أو أمريكي أو إسرائيلي أو أي كان. على المدى المتوسط طبعا ستنضب موارد إيران،
وستضطر لمواجهة الخيار الصعب، إما أن تنفق هذه الأموال التي كانت ترسلها إلى هذه الميليشيات على الداخل لاسترضاء الشعب ولحل المشاكل الأساسية على الأقل المعيشية، بالإضافة إلى ربما بعض الحريات، وفي هذه الحالة ستنضب الموارد التي تصل إلى حزب الشيطان أو أنصار الشيطان أو الحشد الشيعي، فهذا في صالحنا. الخيار الآخر أنها ستواصل دعم هذه الميليشيات كما هو عليه، ربما أقل قليلا، وستستمر الثورة وفي النهاية ينهار النظام أو يتفكك، وهذا أيضا في صالحنا على المدى الطويل. ففي كل الأحوال نحن في مرحلة أتفائل بها، وهي مرحلة إن شاء الله إيجابية، ليست في صالح الميليشيات التي تعيش قلقا شديدا الآن وتخبطا شديدا. رأينا حزب الشيطان وهو يتعامل مع إسرائيل ويوقع اتفاقيات حدود معه، ورأينا ما يحدث في العراق، ورأينا ما يحدث في سوريا وفي اليمن. فكل هذه الميليشيات تخشى من اليوم المحتوم الذي إما تتوقف فيه هذا الدعم أو ينهار النظام كله، ويجدون أنفسهم أمام مواجهة شعوبهم. نعم دكتور خالد، حاكم. دكتور خالد، نعم. يعني سؤال أخير، ماذا بقي من مساحة يناور فيها المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي وبعد هذا الاستهداف، وأيضا بعدما سمعنا ذلك البيان في الأمم المتحدة حول تحميل ميليشيات الحوثي عدم يعني استمرار الهدنة في اليمن وتصعيدها العسكري في أكثر من منطقة؟ هو ما في حل غير أن فعلا نعود إلى تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، سواء بالنسبة للولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، ويتعامل المجتمع الأممي معه على هذا الأساس. هم يثبتون كل يوم أنهم فعلا يعني جماعة إرهابية، فلماذا هذه المماطلة؟ ولماذا يبقى الأمل في أنهم سيعودون يوما إلى رشدهم أو أن يكون لهم قرار مستقل؟ إذا وصل المجتمع الدولي إلى هذه القناعة، فبسهولة يمكن أن يتحولوا إلى نفس تصنيف داعش والقاعدة، وأن يتعاون الجميع على ضربهم بلا هوادة حتى كسر العظم وحتى إنهاء هذا الاحتلال الوحشي لمناطق اليمن. دكتور خالد باطرفي، أستاذ بجامعة الفيصل وباحث في الشؤون العربية، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هناك الكثير من المحاولات الحوثية التي تحاول فيها تجويع الشعب اليمني، تحاول فيها تدمير مؤسسات الدولة الاقتصادية. هذه الفترة طبعا بعد أن استتب لها الأمر نوعا ما في كسر الإرادة في بعض مناطق، إرادة المواطن في مناطق سيطرتها وحرمانه من كل متطلباته من رواتبه، هي تحاول الهروب إلى الأمام كما تعودنا من هذه الميليشيات خلال ممكن نقول 15 سنة الماضية، دائما تهرب إلى الأمام بافتعال أزمات متلاحقة. كل ما حدث لبلادنا من تدمير وجوع وحرمان كان بسبب هذه الميليشيات الحوثية المجرمة التي لا ترعى أي شيء بالنسبة لمعاناة المواطن، لا يعنيها على الإطلاق الرواتب بقدر ما يعنيها كيف تستحوذ على المال. اليوم نعلم تماما ماذا يحدث في منطقة صرف في صنعاء، كيف أنها عشرات الآلاف من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الأراضي تحاول سرقتها من المواطنين، كيف سطت على الناس في بيوتهم والنساء، وكيف روعت الأطفال في المنازل، وكيف اختطفت الناس وقتلت النساء أيضا في سبيل تحقيق مآربها ومبتغاه، وهو السيطرة الشاملة والكاملة على مقدرات هذا الوطن، على حقوق هذا الوطن، على ممتلكات المواطنين، على أراضيهم، بعد أن سيطرت على المؤسسات المالية في تلك المناطق من بنوك ومؤسسات تجارية. كثير من الممارسات إن لم تردع هذه الميليشيات ستستمر هذه الممارسات الإجرامية. نقرأ ونتابع كثير من السياسيين اليمنيين الذين
لا زالوا حاضرين أو يعيشوا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، كيف يكتبون ويعبرون عن مواقفهم الرافضة لكل هذا السلوك الإجرامي لميليشيات الحوثي، بل ويتم تهديد هذه الشخصيات بين فينة وأخرى من قبل المشرفين وغيرهم ومن يؤمنون بهذه السلالة ويؤمنون بهذه الحركة الكهنوتية، الذي يتوهم أن الشعب اليمني يمكن أن يقبل بهذه الميليشيات فليذهب إلى الجحيم، هذا يعيش حالة من الوهم غير المنطقي. الحياة في اليمن بعد 26 سبتمبر مختلفة تماما، ومهما حاولت ميليشيات الحوثية تكريس نهجها وسلوكها وطبيعها في واقع اليمن سيرفضه اليمنيون، وسيرفضه الصغار والكبار، النساء والشباب والشيوخ. رأينا ماذا حدث في مدرسة مجمع السعيد التربوي في محافظة إب، وكيف أن الفتيات الصغيرات تهتفن بملء الفم تحيا الجمهورية اليمنية بذلك الصوت، بذلك الشعور، بهذا الانسجام، بهذا الحب، بهذه الانطلاقة والممارسات التي قامت بها ميليشيات الحوثي بحق مديرة المدرسة. ستذهب وستعود وسيعود اليمنيون أحرارا كما هم دائما، وسيزول هذا الكيان السلالي القذر النجس المجرم الذي يحاول فرض ما لديه من أفكار وكثير من الأشياء السيئة التي مارسها خلال الفترة الماضية، فشل في تثبيتها في ذهنية المواطن اليمني. من الجانب العسكري يسرنا أيضا أن يكون معنا الدكتور علي الذهب الخبير العسكري. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمشاهدين جميعا. دكتور علي، هل ممكن من تقييم الموقف عسكريا وفقا لمعطى ضرب ميناء الضبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ميناء الضبة يقع في نطاق العمليات المنطقة العسكرية الثانية الشرقية المكلة، وهي منطقة تجمع بين وسطين البحري والبري، وبوصفها ميناء لتصدير النفط، وهذا النفط يوظف في كثير من مواجهة أعباء الحكومة في المناطق المحررة ونواياها المستقبلية من خلال الموافقة المبدئية على التفاوض بشأن دفع المرتبات في المناطق الخاضعة للحوثيين. عسكريا في نفس الوقت هي تمر بمرحلة جديدة، حيث عين في المنطقة العسكرية الثانية قائدا عسكريا جديدا أو قائدا للمنطقة بدلا عن القائد السابق البحسيني الذي هو الآن عضو مجلس الرئاسة. نعم. وفي نفس الوقت هي لا تخضع خضوعا كليا يعني يسيطر جانب التحالف، يسيطر على بعض عمليات هذه المنطقة وفقا ل يعني قيادة التحالف بشكل عام. نعم. لأن هذه ظلت تحت إدارة التحالف طوال الفترات السابقة بعد تحرير حضرموت ومدن الساحل من أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في أواسط 2016. هذه مسألة. المسألة الأخرى عسكريا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبالوسائل المضادة للصواريخ، وهي طبعا لا تمتلكها الدفاع، يعني وسائل الدفاعية لا تمتلك الحكومة أو قيادة الجيش في تلك المناطق مواجهة مثل هذه الصواريخ لاعتبارات فنية، أولا أنها دائما على يعني ارتفاع تحلق على ارتفاع منخفض، فضلا عن ذلك لا يمكن رصدها بالرادار، فضلا عن ذلك ليس هناك وسائل تقنيه حديثه لمواجهتها، وقد اثبتت كثير من الحروب في اوكرانيا وفي اذربيجان وفي حتى اهداف داخل المملكه العربيه السعوديه تعرضت لقصف من هذا القبيل ولم تستطع مواجهتها وسائل الدفاعات الجويه الاستراتيجيه. هناك وسائل إمكانية دفاعات تقليدية، ولكن تحتاج كثير من اليقظة، كثير من الإمكانيات،
وفي كل الأحوال مهما يعني كان هناك من وسائل دفاعية إلا أن احتمال الإصابة يظل قائما، والحوثيون بين حين وآخر لا يتبرعون في استهداف هذه المناطق الاستراتيجية وإن كانت تضر بمصلحة الوطن والمواطنين وأيضا بالمصالح وتضر بمصالح الدولية التي تنعكس سلبا على تعامل هذه الأطراف الدولية مع اليمن بوجه عام. نعم، يعني يوم 18 أكتوبر تم استهداف ميناء في شبوة، ويعني أيضا لم تكن هناك أضرار أيضا، لكن ما الذي يعني جعلنا نعبر ونستنكر بأشد العبارات الآن ولم نستنكر في 18 أكتوبر؟ اثنين، هل لم نأخذ التهديدات الحوثية على محمل الجد كما يقال؟ الشق الأول لأنه لم يعلن، وأتصور أن كان هنالك خلط أو لبس في الاستهداف من النشمة أو النشيمة، من النشمة أو مرفأ صغير. نعم، أعتقد أنه ربما كان هناك التباس في تحديد مصادر التهديد، وفي نفس الوقت لم يكن بالحجم الذي حصل صباح أمس. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك طبعا فرق في حجم المكان و يعني تدفق النفط فيه، لأنه هذه المناطق هي مناطق فعلا تصدير النفط اللي هو بتروماسيلا في ميناء الضبة، و يعني كان هناك سفينة تحاول ربما يعني تحميل شحنة أو استكمال حمولتها، لأنها قد تمر هذه السفن من هذه المناطق لاستكمال شحناتها ولا تأتي أيضا فارغة، لأن السفن طبعا معروفة نقل النفط، هي عبارة عن خزانة أكثر من خزان ده على ظهر السفينة، بمعنى أنه لا يعني تحمل مجموعة من الخزانات تملى بطريقة احترافية بحيث تعمل على توازن السفينة، ثم تأتي طيب تحمل من هذه المنطقة الشحنات. أنا أقول أنه هناك ربما التباس أو عدم تحديد مصدر الهدف، لكن في الأهداف الأولى أو السابقة في الاستهدافات السابقة، ولكن في هذا كان التهديد مباشرا وخطيرا ويضر بالمصالح الدولية والمصالح الوطنية، فضلا عن انعكاساته على ميول الشحن وعلى اقساط التأمين بالنسبة للسفن. نعم. وعلى البيئة البحرية، فيما إذا كان أثرها فاعل ومباشر على نحو ما تعرضت له السفينة لامبورج في عام 2002. شكرا دكتور علي، خليك معايا يعطيك الصحة، خليك معايا نشرك معنا الدكتور عبد الهادي التميمي وكيل محافظة حضرموت. دكتور عبد الهادي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي فؤاد. أهلا وسهلا فيك. كيف تعاملتم دكتور عبد الهادي كسلطة محلية في حضرموت مع هذا التهديد؟ السلام عليكم ورحمة الله، أحييك أخي وأحيي كل ضيوفك والمشاهدين جميعا. والحقيقة حضرموت كانت بعيدة عن العمليات العسكرية طيلة الحرب، وحدث ما حدث مثل ما تفضلتم في خلال ما جاء في الحلقة، بالفعل يعني السلطة المحلية استنفرت، هناك لجنة أمنية برئاسة الأخ محافظ حضرموت، اجتماعات ل يعني للاستعداد يعني والتأهب لأي عمليات أخرى. طبعا يعني هذا الحدث أو ما جرى يعني استهدف العصب الاقتصادي للبلد، والبلد كلها مستنفرة يعني، وليست السلطة المحلية في حضرموت فقط. نعم. نحن طبعا طيب نتمنى طبعا أنه تكون هذه العملية الأخيرة في حضرموت وفي كل البلاد. نعم نعم. ما مدى تأثير مثل هذا الاستهداف على الواقع المعيشي والاقتصادي للمحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام؟ شوف، اللي حصل يعني لا يستهدف حضرموت تحديدا، لأن كما ذكرت يعني الميناء النفطي هو يمول البلد كلها، البلد كلها قائمة على هذا النفط القليل الذي يصدر من حضرموت وشبوة ومعرب. ف
قصدي انه التأثير سوف يكون عام اذا ما استمر مثل هذا التهديد وما قطع دابره. فطبعا هذا بينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية للناس كلهم. لكننا عندنا امل في الله سبحانه وتعالى وفي الدولة ان تستيقظ من سباتها وان تبعد او التوخي بان الانقلابيين الحوثيين يعني ممكن ان يعني يعودوا الى صوب عزمهم وان يعودوا للسير في عمليه السلام. نعم. دكتور عبد الهادي، يعني مثل هذا هكذا حدث يهدد الجميع، ما هي ممكن نقول نبني عليه، كيف يمكن ان نبني عليه موقفا جامعا لكافة أطياف العمل السياسي في بلادنا؟ شوف، المسألة تعود الآن المسؤولية الكبرى على المجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي. هم الأساس أو يعني الذين بيدهم أن يعيدوا يعني بوصلة الصفاف الوطني. نعم. من خلال أولا أن يتجه الجميع إلى المعركة الرئيسية هي معركة رفع الإنقلابيين، وأن يبعدوا الخلافات الجانبية والمكايدات والمناكفات والمشاريع الصغيرة الفرعية. هذه أساس. توحد القوات العسكرية وقوات المقاومة تحت راية واحدة وعلم واحد، وتوجه صوب تحرير البلد من هذه الميليشيات. غير هذا نحن نخدم الميليشيات الأوزية في حالة أننا يعني مشرذمين، لا تجمعنا راية واحدة ولا هدف واحد. فهذه الإشكالية التي جعلت الحوثي يصبح قوة يعني ويهدد كل المناطق. أما أن عادت الأمور إلى 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 صوابها من خلال حشد كل القوى من أجل تحرير البلد، فهنا سوف تستنتهي هذه التهديدات. والحوثي ليس بالقوة التي ممكن، ولكن الحوثي هو أداة من أدوات القوى الإقليمية ومنها طبعا إيران لابتزاز المجتمع الدولي. نعم. في تنازلات. نعم. سؤال أخير. سؤال أخير دكتور عبد الهادي التميمي وكيل محافظة حضرموت، كيف كان رد فعل المواطن في حضرموت؟ المواطن يشعر بالسعر من الحوثي ويحس بأن الحوثي قد مسه في قوت يومه. والحقيقة يعني كل الناس يريدوا الأمور أن لا 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 يمكن أن نتنازل كل يوم للحوثي والحوثي يضربنا في كل مكان. البلد يعني أصبحت مفتوحة الآن للمسيرات الإيرانية بأيادي حوثية، ولهذا نحن كلنا من خلال ما نستمع للمواطنين بشكل عام الكل يعني يشعر بالحزن والأسى بأن أصبح حالنا هكذا أمام ميليشيات محدودة. ولكن كما ذكرت لك أنه ربما نحن قد ساهمنا من خلال المكايدات والدخول في مشاريع صغيرة وعدم اعتماد المشروع الأساسي هو الهدف الأساسي والاصطفاف نحوه. هذه الإشكالية في اليمن، وأنا أدعو الجميع إلى أن يستخفوا، وأولهم مجلس القيادة الرئاسي هو الأساس، هو الذي يستطيع حشد كل القوى وكل الدول العسكرية والمدنية أن تصطف حول هذا المشروع ولا مشروع سواه. بهذا يمكن يعني أن نلجم هذه الميليشيات وأن تعود الميليشيات يعني مكسورة وتعود الدولة إلى ربوع كل أنحاء. إذن شكرا دكتور عبد الهادي التميمي وكيل محافظة حضرموت، شكرا جزيلا لك. دكتور علي، يعني هل مثل هذه الأحداث قد تعزز موقفنا العسكري بحيث يتم تموضع آخر لواقعنا العسكري، ربما نقول الذي يحاول مجلس القيادة الرئاسي يعني تجميعه في كيان واحد؟
والله هذا كما تفضل الأخ عبد الهادي أنه مطلب ويظل طموح، بمعنى أن جميع الفرقاء المنضوين تحت مظلة الحكومة عليهم أن يتوحدوا سياسيا وعسكريا وأن ينبذوا خلافاتهم فيما بينهم البين لمواجهة الخطر المحدق بهم. هذا من جانب، ولكن هذا الأمر يظل طموحا، هل سيتحقق أم لا؟ الآن طيب الحوثي خرق الهدنة بشكل واضح ومعلن، بمعنى أنه أمام الحكومة الاستجابة العنيفة لمثل هذا الفعل، ولو كان الحكومة هي من بادرت بهذا الشيء لكان الرد من قبل الحوثيين أعنف. إذا من حق الحكومة ما دام وهي يعني تلقت ضربات في مناطق نفوذها وعلى مصالح استراتيجية، أعتقد أن من حقها الرد، وأن تنظر إلى الهدنة بوصفها مرحلة انتهت، لأن الحوثيين خرقوها ولم يلتزموا بأحد بنودها، باثنين من بنودها الرئيسيين. البند الأول وهو الذي يجري فيه التفاوض دون تحقيق أي مكسب فيه، وهو فتح الطرقات في تعز. ما هي الأوراق التي بيد الحكومة الآن، يعني من اتفاق ستوكهولم إلى استهداف ميناء الضبة؟ عفوا السؤال مرة أخرى، ما هي الأوراق التي بنظرك بيد الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي للتعامل مع صلف ميليشيات الحوثي، ابتداء من اتفاق ستوكهولم وانتهاء باستهداف ميناء الضبة؟ أعتقد أننا نبدأ أولا بما هو لدينا بالمتاح، وهو الهدنة، لأن الهدنة الآن هي دخلت حيز التجديد دون إعلان، ولكن من طرف الحكومة وليس من طرف الحوثيين، بمعنى أن تدفق السفن لا تزال مستمرة، السفن إلى ميناء الحديدة، سفن نقل النفط والغاز والديزل لا تزال إلى هذا اليوم وهي تفرغ شحناتها في ميناء الحديدة، لا تزال حركة الطيران من وإلى مطار صنعاء قائمة إلى عمان، وهناك خروج لكثير من القادة والفاعلين السياسيين والعسكريين والإعلاميين الذين يتسربون عبر هذه الرحلات وبموجب جوازات أو وثائق سفر صادرة عن جماعة الحوثي، يعني لا ندري مدى صحتها من بطلانها. فعلى الحكومة أن تتخذ أولا وقف أو التقليل من تدفق سفن النفط إلى ميناء الحديدة، هذا جانب أساسي كوسيلة ضغط، لأن ريع هذه السفن من الضرائب والجمارك وما إلى ذلك يوظف في شراء الطائرات المسيرة والغير المبرمجة والأسلحة التي تستهدف بها مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، ومنها هذا الهدف الذي استهدف ليلة أمس. إذا لابد من يتخذ من تنطلق من ما هو متاح لديها، لما هو وثيقة الهدنة توقف هذه الأشياء إلى أن يبدأ التفاوض وينصاع الحوثيون لأحكامها وينفذونها هدفا حكما تلوه. أما بالنسبة لاتفاقية ستوكهولم فأنا أعتقد أنه برضو في إطار المتاح، بمعنى أنها تحاول الربط بشكل كبير بين التزام الجماعة بين ما فرض. ما الذي استفدناه نحن من اتفاق ستوكهولم يا دكتور؟ أنا شخصياً لا، ما الذي استفدناه نحن من الهدنة الأممية يا دكتور؟ أنا لا أرى أي استفادة، وهذا كل الناس يشهدوا بذلك، لأن لم تفتح أي طريق في تعز، بل فتحت طريق أو شق الحوثيين طريقاً لأغراض عسكرية، يعني وحققوا نقطة اقتراب حرجة باتجاه مناطق نفوذ القوات الحكومية. فالاستفادة أستطيع أن أقول أنها صفر، ولكن هي في نفس الوقت هيئة الجو العام ل يعني المواطن يلتقط أنفاسه، وهي مهمة، ولكن في إطار هذا كله استطاع الحوثيون تحقيق أغلب المكاسب فيما الحكومة المعترف بها دوليا والحكومة أيضا التي تحظى برضا شعبي من مختلف الأطراف داخل مناطق نفوذها لم تحقق شيئا، وهذا ليس ناجما عن الحوثيين
وحدهم او سلفهم او خرقهم لهذه الهدنه او الاتفاقيات او المعاهدات الدوليه، ولكن لاختلالات موجوده في صفوف هذه الحكومه على هؤلاء الذين وثق بهم الشعب، ويعني استبشر خيرا بمرحله من يعني في وقت وصل بلغ بهم حد الياس في مواجهه الحوثيين، انهم سيكونوا نقطه التحول الجذري في معركه استعاده الدوله، ولكنهم خيبوا امل المواطن. طيب خلينا دكتور في الختام نقرا مشهد التوقعات، يعني وربما النتائج بشكل اوضح، ما الذي سيحدث في قادم الايام؟ القرار في كل الاحوال ليس قرار الحكومه، لانها عليها التزامات دوليه وهناك تحالف ايضا مسيطر، فضلا عن ان البلد او اليمن واقع تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده، بمعنى ان هناك سطوه امميه عن طريق مجلس الامن على بعض يعني تقيد قرارات الحكومه او التي تحاول ان تكون في اتجاه قد يضفي على الوضع تصعيد اكثر، وهذا يعني يتعارض مع وظيفه مجلس الامن الدولي الذي يسعى لاحلال السلام وفقا لنصوصه، يعني نحن نتحدث عن النصوص وليس عن الواقع، بمعنى ان هنالك مبعوث اممي يحاول اخذ البلد الى عمليه السلام من ثم انتخابات وفقا انتخاب رئيس الجمهوريه وفقا لما نص عليه مشاوره الرياض، او التفاوض مع الحوثيين على اي شكل من الاشكال، يعني بمعنى ان نحل السلام. الخيارات المتاحه الان هو ان تتخذ تدابير عاجله لاجراء فيما يخص الدفاعات الجويه او حشد القوات في مناطق يمكن التاثير فيها على الحوثيين، بحيث اين هذه المناطق؟ اين هذه المناطق دكتور؟ مناطق التماس يعني بذلك مأرب مثل والضالع وتعز، خصوصا تعز والضالع، هذه المناطق يجب، لانها مناطق ارتبطت بالهدنه، بمعنى انه لم يجري فيها فتح طرقات وهي مناطق محاصره، ويجري فيها التنقل بشكل صعوبه، الطريق الذي كان يستغرق ساعه بات الان يستغرق 8 ساعات، اذا لابد من هذه المنطقة ان يجري فيها. طيب دكتور خلاصه الميليشيات الحوثيه هجمت بطائرات وصواريخ على بدءا من ميناء اللحيه، ميناء المخا، ميناء النشيمه، ميناء الضبه، الطائرات المسيره لا تتوقف ليل نهار في استهداف جيشنا وقواتنا المسلحه في كثير من المواقع. نحن لا نرد على كل هذه الخروقات، و إلى متى سيكون الصمت يعني؟ أنا أتصور أن الحكومة تنطلق من التزامات دولية، بمعنى أنها تتعامل بأنها سلطة دولية تحترم القوانين، تحترم المعاهدات، تحترم مواقف الشعوب، ولكن هذا لا يخدم حضورها الشعبي ولا يخدم تعاملها القوي مع مثل هذه التهديدات. في كل الأحوال يجب عليها أن تلتزم بمثل هذه الأشياء، ولكن ما يجب عليها في نفس الوقت اتخاذ تدابير أخرى بعيدة عن هذه الإشكاليات، بمعنى أن لديها كثير من الأعمال الاستخبارية، التخريب في أرض العدو، هناك قضايا كثيرة يعرفها العسكريون، وهذه القضايا أنا أعتقد أنها برضو تواجه تحديات. هل سيكون هناك حرب في قادم الأيام يا دكتور؟ هل سيكون هناك مواجهات مسلحة في الميدان؟ ختاما أتصور أنه لن يكون هناك مواجهة، لأن الاتجاه الدولي هو اتجاه دافع لعملية السلام. شكرا جزيلا لك دكتور علي الذهب الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، كثير من النقاط حاولنا إيضاحها من خلال التغطية الخاصة التي كرسناها لاستهداف ميليشيات الحوثي لميناء الضبة في حضرموت، ويظل المواطن اليمني القادر على تحقيق طموحه والقادر على الانتصار لقضاياه والقادر على فرض إرادته، هذا المواطن سينتصر لا محالة على هذه الميليشيات الإجرامية الدموية طال الزمن أم قصر. كانت هناك كثير من الضغوطات أو كانت هناك الكثير من التدخلات، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح،
والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وسيندم هؤلاء المجرمون الذين طغوا وتجبروا وقتلوا ودمروا وطننا واقتصادنا وإنساننا ويحاولون تغيير هويتنا، لكن ستنتصر الهوية اليمنية في الأخير بإذن الله تعالى وبإرادة الشجعان من أبناء اليمن جميعا. في ختام هذه التغطية لكم أجمل التحايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.